المشكلة إن إحنا ما عندناش مية خالص، بمعنى كلمة ما فيش مية، مش بتيجي شوية وتقطع شوية، لا ما فيش مية بقالها دلوقتي أكتر من 10 أيام متواصلة، ما فيش مية خالص في منشية البكاري، شارع عاشور خضر، شارع حلم الدافي، حسن محمد، كعبيش، المناطق دي كلها ما فيش مية خالص. قبل كده كانت بتيجي نص ساعة في اليوم وتقطع، وتيجي قوية وتقطع مرة واحدة، يعني معنى كده إن حد بيقفلها وحد بيفتحها. دلوقتي ما فيش مية خالص. اشتكينا في الخزان المية، قالوا لنا بعد العيد ان شاء الله هتجيب لنا. ايوه بعد العيد نعمل شكل. اشتكينا في شركة المية سوحتنا وقالت لنا ما فيش حاجة. جينا المحافظ ما حدش راضي يقابلنا، ولا حد راضي ينزل لنا، ولا حد راضي يكلمنا، ولا حد راضي يعمل معانا اي حاجة، واحنا مش عارفين نعمل ايه دلوقتي. هي المية 24 ساعة قطع ولا المية 24 ساعة؟ مفيش مية خالص. بقى لها اسبوع والله، بقى لها اسبوع 24 ساعة. انا فكيت الطبة النفسية تحت الدليل نفسه، والله ما لقيت نقطة مية في قلب الماسورة تحت. مفيش مية خالص، ما لقيتش نقطة مية والله. طب وعملتوا ايه في المحافظة هنا؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. قاعدين وكل شوية قاعدين نزل حوالي الساعة 11 ونص لحد دلوقتي، مفيش حد نزل لنا، ولا حد قال لك أي حاجة، ولا حد قال لك روح ولا تعال. ادي اللي موجود وعليها لحد دلوقتي، هي الساعة 1:15 ولا أي حد قال لك أي حاجة. المحافظ ضغط على الميه، نروح نجيب لنا على شبهات، لان احنا كده في عيب. بس ايه يا ستك نعمل كده؟ اول يوم لا اشتكينا كتير، لا اكثر من اسبوع على الشكاوي. كل يوم هنا بتيجي، كل يوم بنيجي، وشركه الميه نفس النظام. مش حد بيقابل المنشاه، يقول لك المساحه يقول لك المنشاه، ولا اي حد ولا اي حد ولا في حل مع اي حد. يا محافظ احنا بنطالب ان حضرتك تنزل تشوف الناس، الناس تعبت وبعدين تعبنا خلاص، والله العظيم تعبنا. يعني مثلا انا اشرب ميه عشان اعمل اكل واحنا صايمين، ما يرضوش عيالنا في رمضان. عيالنا فين؟ طب وشركة المية محدش فيهم قايل لنا حاجة ولا أي حاجة. قال لك بعد العيد، قال لك بعد العيد روح قافل بقى، بقول لك بعد العيد، بعد العيد بقى يعمل حل إيه؟ ولا أي حاجة. المية قطع على المنطقة كلها، ولا حل للمنطقة كلها. شركة المية بيقول لك بعد العيد، بعد ازاي يعني بقى؟ ما فيش شكاوى. كتبنا شكاوى في شركه الميه، وكتبنا هنا، بس المشكله مش في الشكوى، المشكله في الحل. المشكله مش ورقه بتتاخد بتترمي في الدنيا، المشكله في الخزان. هي الشكوى ورقه بتتاخد بتتركن وخلاص على كده. كتبنا شكوى في الخزان، كتبنا شكوى في شركه الميه، كتبنا شكوى في المحافظه. انا عن نفسي اتصلت بالمحافظه اكتر من 15 مره، مفيش حد بيستجيب لي. لما جيتوا هنا حد استجاب؟ محدش. قاعدين اهو محدش ما بينا، محدش ما قفلوا الباب، مش راضيين يفتحوا لنا الباب. انا قلت لكم مش هيفتحوا عشان تعرفوا. ادي الباب اهو. طب انتوا بتطالبوا بايه دلوقتي؟ بنطالب بالميه، مش طالب ان عايزين ميه، عايزين ميه. هو مش راضي يفتح. تعالى صور الباب حضرتك واحنا بنخبط عليه. مش انت؟ تعالى صور الباب واحنا بنخبط عليه. هنعمل ايه طيب؟